السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هند محمود من قناة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض امتحان متوقع للفصل الدراسي الأول، الصف السادس الابتدائي. هنتكلم عن نظام الامتحان وازاي نحل الأسئلة، نحاول نحل الأسئلة مع بعض. بس يلا الأول نستعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الامتحان بيبقى 4 أسئلة، ال4 أسئلة عليهم 30 درجة، وطبعا باقي 100 معروف 70 درجة اللي هي أعمال سنة طول الترم. طبعا الجغرافيا بتبقى الأول وبعديها التاريخ، سؤالين جغرافيا وسؤالين تاريخ. الامتحان يا جماعة يعني معروف بيبقى صحيح 6 ابتدائي مش شهادة دلوقتي، لكن صيغة الامتحان ونظام الامتحان بتبقى واحدة، يعني مفيش مدرسة بتغير عن مدرسة تانية. فمعروف الامتحان بيبقى عليه 30 درجة و4 أسئلة، وطبعا السؤالين الأولانيين، السؤال الأول والتاني جغرافيا، والسؤال الثالث والرابع تاريخ. وأول سؤال جغرافيا بيبقى خريطة، هنشتغل الأول في الخريطة ونتعرف عليها ونشوف ايه اللي ممكن يجي لنا في الخريطة. انا ما حطيتش هنا الأرقام عشان نشرح الخريطة كلها. بيجي الأول السؤال بيقول أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام عليها. منطقة زراعية، طبعا احنا عندنا 3 مناطق زراعية. أول منطقة عندي اللي هي أكبر منطقة زراعية منطقة الدلتا، وعندي منطقة وادي النيل، وعندي منخفض الفيوم. يبقى 3 مناطق زراعية في مصر، الدلتا، وادي النيل، منخفض الفيوم. فانا عرفت كده لو جالي الرقم هنا في الدلتا يبقى هكتب الدلتا، او في الوادي هنا على الخط الرفيع يبقى وادي النيل، او هنا في المنطقة دي منخفض الفيوم. الفرع، فرع ايه؟ انا عندي فرعين، اللي هو مصب نهر النيل، عندي فرع دمياط في الشرق وفرع رشيد في الغرب. هحاول ما لخبطش بينهم، الشرق اهو والغرب اهو، الغرب اللي هو فرع رشيد. طب البحر، مصر بتطل على بحرين، البحر الاحمر من جهة الشرق والبحر المتوسط من جهة الشمال. طيب لو جالي محافظة، احنا هناخد المحافظات المهمة. عندي في الشرق هنا في شرق الوادي عندي محافظة القاهرة، عندي هنا عروس البحر المتوسط بعد الدلتا كده بعد فرع رشيد بشوية، عندي هنا محافظة اسكندرية، عندي الثانية هنا محافظة انا، في برضو هنا عند منخفض الفيوم. يعني لو جالي ناحية جالي الرقم عند منخفض الفيوم وقالي محافظة يبقى محافظة الفيوم. طيب على رأس بحيرة ناصر في محافظة أسوان، يبقى احنا كده شفنا المحافظات المهمة اللي ممكن يجي لنا منها محافظة. طبعا السؤال بيبقى ألف وب، وممكن كمان يكون في جيم، بس مش طبعا مش في كل الأسئلة، لكن عامة السؤال لازم بيبقى ألف وب. ألف هنا زي ما شفنا سؤال موضوعي، أسئلة يعني زي أكمل أو خريطة. السؤال الجزء الثاني من السؤال بيبقى دايما مقالي، يعني سؤال بنكتب فيه شوية. عندي الجزء الثاني اللي هو ب، ما النتيجة المترتبة على، ما النتيجة المترتبة على ارتفاع نسبة الهجرة من الريف إلى المدن. طبعا الهجرة من الريف إلى المدن بتسبب مشاكل كبيرة، أهمها ظهور العشوائيات، يبقى ممكن أكتب ظهور العشوائيات. طيب ممكن أكتب الزيادة الكبيرة في أعداد سكان المدن، فلما الهجرة بتزيد من الريف إلى المدن بالتالي السكان بيتنقلوا من الريف إلى المدن، فهنا بيحدث زيادة عدد السكان فين؟ في المدن. يبقى زيادة عدد السكان في المدن ظهور العشوائيات، كمان ارتفاع نسبة الذكور الولاد يعني الرجال في المدن، لأن طبعا كل اللي بيهاجر عشان يشتغل من الريف للمدن مش سيدات ولكن رجال. تناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعي، أصبح طبعا عدد العاملين بالنشاط الزراعي عدد قليل، لأن برضو ده بسبب هجرة السكان أو العمال من الريف إلى المدن. ممكن أكتب 1 أو 2، طبعا أحسن أن أنت تكتب 2، بدل عارف 2 مثلا اكتب ظهور العشوائيات سهلة وزيادة عدد السكان في المدن برضو سهلة، بحيث مثلا لو المصحح معرفش يقرأ 1 يبقى فيه 1 تانية احنا عرفنا نقراها، يبقى خلي بالك برضو وانت بتكتب. طيب يبقى كده اول نقطة في ما النتيجة المترتبة على. طب رقم 2،
ما النتيجة المترتبة على استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصدر للطاقة؟ طبعا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مصادر الطاقة النظيفة، يبقى بالتالي لما أنا أستخدمها هيؤدي إلى عدم إيه؟ عدم تلوث البيئة. يبقى نكتب عدم تلويث البيئة، عدم إيه؟ تلويث البيئة أو حماية البيئة من التلوث. حماية البيئة من التلوث. نيجي عند السؤال الثاني، اكتب المفهوم الجغرافي، اكتب المفهوم الجغرافي لكل عبارة من العبارات الآتية: أفراد الذين في سن العمل ولا يعملون. ناس في سن العمل ومفروض ان هم يعملوا ولا يعملوا، ده معنى كده ان هم في ايه؟ في بطالة. يبقى هنا التعريف المفهوم هو البطالة. البطالة هي الأفراد الذين في سن العمل ولا يعملون. طيب صناعات رقم 2، صناعات تعتمد على العمل اليدوي وتحتاج الى رأس مال قليل. الصناعات هنا اللي هي تعتمد على العمل اليدوي، احنا نجيب الاجابة من النقطة نفسها. ليه الصناعات ايه؟ هتقول الصناعات اليدوية. الصناعات ايه؟ اليدوية او الصناعات الحرفية. يبقى هتقول الصناعات اليدوية او الصناعات الحرفية. طيب اللي بعدها رقم 3، ارض مستوية، ارض مستوية على جانبي النهر تكونت من ترسيب الرواسب الطينية، وطبعا هي قلنا على جانبي النهر، يبقى هنا السهل الفيضي، السهل الفيضي، السهل الفيضي. أرض مستوية على جانبي النهر تكونت من ترسيب الرواسب الطينية اللي هو السهل الفيضي. طبعا السهل الفيضي اللي هي زي وادي النيل، الدلتا ووادي النيل. رقم 4، الإفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدي إلى نفذها. أنا لما استخدم المورد، مثلا أي مورد، معدن مثلا زي الحديد زي النحاس، واستخدمه بشكل كتير جدا، بعمله عملية استنزاف، بخلص عليه يعني، فيبقى هنا التعريف أو المقصود بالجملة دي هو الاستنزاف. يبقى الاستنزاف هو الإفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدي إلى نفذها. تمام، ده الجزء الاول من السؤال الثاني، واحنا قلنا الجزء الاول بيبقى سؤال موضوعي بسيط. الجزء الثاني دايما بيبقى فيه كتابه وبيبقى سؤال مقالي. اكتب سببا واحدا لكل مما ياتي. اكتب سببا هنا او اذكر سببا هنا، ده سؤال بما تفسر. ممكن اقول لك بما تفسر، بما تفسر اهميه وسائل النقل والمواصلات في الصناعة. أهمية وسائل النقل والمواصلات في الصناعة إيه؟ طبعا أهميتها إن هي بتنقل العمال، يبقى نقل العمال، نقل العمال والمواد الخام والمنتجات بأسعار رخيصة. أهمية وسائل النقل والمواصلات في الصناعة نقل، نقل العمال والمواد الخام بأسعار رخيصة. نيجي عند النقطة بتاعت بما تفسر ندرة النباتات الطبيعية في البيئة الزراعية. ندرة النباتات الطبيعية في البيئة الزراعية، طبعا النبات الطبيعي اللي هو نبات خلقه الله حسب كمية الأمطار، وهنا هنلاقيه قليل في البيئة الزراعية. ليه؟ ليه قليل في البيئة الزراعية؟ بسبب كثافة النشاط الزراعي، لأن طبعا الفلاح بيحل محل هذه النباتات وهذه الحشائش، بيشيلها الأول، وبعد ما بيشيلها بيبتدي يحط البذور ويزرع الأرض بتاعته، فبالتالي هو بيتخلص من هذه النباتات لأنها مش بتنفعه. يبقى ندرة النباتات الطبيعية في البيئة الزراعية بسبب كثافة النشاط الزراعي، يعني حل بدلها بقى ايه؟ نشاط زراعي تاني، زراعة الخضروات او الفواكه او الحبوب. بكده يكون خلصنا السؤالين الجغرافيا. هنبتدي نشتغل في التاريخ. السؤال الاول برضو الف وب، بيبقى الف هنا سؤال موضوعي، هنقول سؤال سهل يعني، صوب ما تحته الخط، خط فيما يلي، يعني بجيب لك نقطة غلط وانت تصلحها لي. رقم 1، قامت دولة المماليك بعد انهيار الدولة العثمانية. طبعا دولة المماليك هي قامت بعد انهيار الدولة الايوبية، وطبعا كان اخر ملك في الدولة الايوبية اللي هو توران شاه، وبعد ما اقتلوا على يد المماليك قامت دولة المماليك. يبقى بالتالي قامت دولة المماليك بعد انهيار الدولة الأيوبية وليس العثمانية. طبعا حطيت لي خط تحت الكلمة، يعني هي اكيد غلط. انا هنا لا هحط صح ولا هحط علامة غلط، انا هغير الكلمة على طول لانها هي اكيد غلط، وحط كلمة
الأيوبية. رقم 2، أسند العثمانيون حكم الأقاليم إلى الإنجليز. طبعا أسند العثمانيون حكم الأقاليم إلى المماليك، لأن المماليك كانوا أكثر دراية بحكم البلاد، لأنهم كانوا بيحكموا مصر قبل العثمانيون. طب رقم 3، تخلص محمد علي من السيد عمر مكرم بنفيه إلى رشيد. لا طبعا نفاه إلى دمياط، يبقى تخلص محمد علي من السيد عمر مكرم بنفيه إلى مدينة دمياط. كان مقر حكم الوالي هو قصر عابدين. طبعا كان مقر حكم الوالي هو القلعة. طيب هنيجي للنقطة الثانية، برهن تاريخيا على صحة هذه العبارة. برهن تاريخيا، خلي بالك ان انتوا ساعات بتغلطوا وتقولوا يبقى صح وغلط. لا، برهن تاريخيا يعني انت هتحط دليل ان الجملة دي هي اكيد صح، بس انت هتحط دليل. طبعا ده سؤال طويل محتاج كتابة منك، محتاج برهان ان انت تتكلم عن مثلا عن مشاريع، عن حدث فعلا، حاجة حصلت فعلا وتمت. رقم 1، اهتمام محمد علي بمشروعات الري في مصر. طبعا محمد علي قام ببناء مصر الحديثة واهتم قوي بمشروعات الري، عشان هو كان مهتم بالزراعة. يبقى هتكلم عن مشروعات الري واهم المشروعات اللي هو عملها. اهم المشروعات طبعا هو انشأ الجسور وحفر ترع، لكن اهم حاجة عملها ان هو حفر ترعة المحمودية، قام بحفر ترعة المحمودية، وكمان قام بإنشاء القناطر الخيرية. وطبعا فايدة القناطر الخيرية كانت فايدة كبيرة لمصر، لأنها أدت إلى زيادة الأراضي الزراعية في مصر. يبقى اهتمام محمد علي بمشروعات الري في مصر برهاني إيه؟ إنه هو عمل حاجتين، مشروع ترعة المحمودية ومشروع القناطر الخيرية. رقم 2، كان نابليون بونابرت عنيفا في معاملة الثوار في ثورة القاهرة الأولى. فانت هنا هتقولي الدليل او البرهان. انا بقولك ان نابليون بونابرت عامل الثوار وعامل المصريين في ثورة القاهرة الأولى ثورة سيئة. ابتدي اقول ايه اللي حصل، اشرح الاحداث اللي حصلت. هل هو في ناس سجنهم؟ هل في ناس قام باعدامهم؟ بالفعل فعلا هو عمل كده. هتقول القبض على زعماء الثورة، حيث قام بالقبض على زعماء الثورة. ممكن نقول نقطة تانية، ان هو اعدم 6 من الثوار وهم من مشايخ الازهر. ولكن طبعا احنا عرفنا ان هو ما اعدمش الشيخ السادات، باستثناء الشيخ السادات، لان هنا نابليون ادرك المكانة العلمية والادبية عند المصريين لهذا الشيخ، فهو خاف من رد فعل المصريين انهم يثوروا ثورة جامدة او يعملوا مشكلة جامدة لقتل الشيخ السادات. يبقى تاني الاجابة هنقول نبرهن ازاي، نقول حيث قام نابليون بونابرت بالقبض على زعماء الثورة. وطبعا معاملة الثوار معاملة بالعنف والشدة، وعامل الثوار معاملة بالعنف والشدة، وقام باعدام 6 من الثوار من مشايخ الازهر. يبقى انا كده عرفت البرهان ان نابليون بونابرت قام بمعاملة الثوار معاملة عنيفة وسيئة في ثورة القاهرة الاولى. طبعا سؤال الشخصيات، انا يعني في امتحان التاريخ لازم، ما فيش امتحان تاريخ بيخلو من سؤال الشخصية، ان انا اجيب لك عمل وانت تقول لي الشخصية اللي عملت هذا العمل. فممكن نقول الى من تنسب الاعمال الاتية، السؤال ممكن رأس السؤال من هو، او الى من تنسب الاعمال الاتية. تزعم مقاومة اهل الاسكندرية ضد الحملة الفرنسية. طبعا محمد كرايم اللي هو بعد كده اعدمه نابليون بونابرت، لانه تزعم مقاومة اهل الاسكندرية ورفض تسليم الاسكندرية لنابليون بونابرت. رقم 2، يبقى اول واحدة احنا قلناها محمد كرايم. رقم 2، قاد الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر. بعد مقتل كليبر انا جالي منوم، يعني الاول جالي نابليون بونابرت اللي هو دخل مصر، بعديها كليبر، بعديها منوم. رقم 3، قام الشعب بعزله وتولية محمد علي بدلا منه عام 1805. طبعا خورشيد هو اللي اتعزل، وجي بدل خورشيد جاء مين؟ جاء محمد علي سنة 1805، يبقى خورشيد باشا. رتب الاحداث التاريخية.
من القديم إلى الحديث. الترتيب سهل جدا، طبعا احنا اساسا الدروس واخدينها في التاريخ بالترتيب، فطبيعي ان انت هترتب من القديم الى الحديث زي ما انت واخد الدرس. يعني احنا واخدين مثلا معركة مرج دابق قبل معركة الريدانية، يبقى مرج دابق الاول قديما وبعديها الريدانية. طب نبص على قيام الدولة العثمانية. الدولة العثمانية قامت في اواخر القرن الثالث عشر، يعني تقريبا 1290، تمام؟ يبقى اول حاجة قيام الدولة العثمانية، دي اول حاجة. طب بعد كده ايه؟ فتح القسطنطينية، لان القسطنطينية كان فتح القسطنطينية كان سنة 1453. 1453 ده معناها منتصف القرن الخامس عشر. بعد كده عندي معركة مرج دابق سنة 1516، 1516 يعني أوائل القرن الستاشر. بعد كده عندي معركة الريدانية عام 1517. يبقى أول حاجة الترتيب قيام الدولة العثمانية، بعديها فتح القسطنطينية، بعديها معركة مرج دابق، بعديها معركة الريدانية. بكده يكون خلصنا الامتحان المتوقع واتدربنا على بعض الأسئلة. ان شاء الله ياريت تكونوا فهمتوا مني ويكون الشرح سهل عليكم، وياريت نتدرب على أسئلة كتير. واشوفكم على خير وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله.